بسم الله، عايزين نتعرف على الماتيريال تاج. عايز احط هنا تاج للماتيريال الموجوده، فاروح لانوتيت واقول له ماتيريال تاج وابدا احط التاج بتاعي. حطيت هنا في الفلور دوت ما جاب لي علامه استفهام، معنى كده ان في معلومه ناقصه عنده. هنا اتعرف عليها، تمام. هنا قبل مني بدون اي مشاكل خالص. طيب عايزين نعرف ليه ان في بعض العناصر هي زي ده مثلا مش قادر يتعرف عليه. طيب نتعرف على الموضوع دوت، نفهم الاول ايه اللي حصل. نعلم على علامه الاستفهام ديت، نعلم على التاج دوت واقول له اديت فاميلي. هو بيقرا هنا الماتيريال ديسكريبشن، لو مش موجود ماتيريال ديسكريبشن مش هيقرا حاجه، هيجيبها علامه استفهام. فانا ممكن ادخل اديت واشوف النيم بتاعي او الماتيريال اللي انا اتفق على خاصيه معينه هي دي اللي هملاها، وليكن مثلا النيم، واقول له حملها لي في المشروع. بالشكل ده. طيب دي طريقه، وطريقه ناجحه وما فيهاش اي مشاكل خالص. لا انا عايز بقى ايه، احلها بنفس الحاجه، خلي الديسكريبشن نفسه هو اللي يظهر. فادوس كنترول زد واعلم على الفلور وادخل اديت تايب وادخل اديت، هلاقي دوت اي واحده من دول اللي بتظهر معايا اللي فوق، تمام. فاقول له اديت واقول له ايدنتيفاي، هدخل هنا في الديسكريبشن هكتب وليكن مثلا بي 313 واقول له ايه ابلاي. اوكي خلاص ظهرت معايا اهيت، تمام. فدي سواء انت عايز تظهر النيم او الديسكريبشن، الاتنين ممكن تتحكم فيه. ده نفس الفكره برضه، تدخل جواه وتعدل في الفاميلي بتاعتها بحيث انها تظهر معاك.